حضرتك دلوقتي الدماء. بتشيري الى مثلا شم النسيم. ايوه طبعا. واعلم انه كتير من المصريين حاليا لا يريدوا ان يحتفلوا بشم النسيم، وجاء من يقول لهم انه حرام وعيب وما يصحش. لا، في تحدي صارخ ان الناس تقول زي ما تقول، لكن شعب النسيم ده عيد مصري، المصريين ياكلوا فيه فسيخ. حتى السنه اللي فاتت جه في رمضان وكانت الناس مصره انها تاكل رنجه وانها تلون البيض على السحور، لانه هو قاوم الزمن منذ الفراعنه لو وصل لغايه النهارده. فاي طيار هيعدي علينا كده بتاع شويه هواء بس هيزحزح. يعني مش قادرين يعني ننكر انه فعلا حصل نوع من التراجع في الفهم الشعبي لتلك المظاهر، زي ما حضرتك قلتي قبل كده على موضوع السبوع مثلا بالنسبه للطفل، تراجعنا بالنسبه له. شم النسيم مش الكل يعني فعلا عموم الناس، لكن في ناس ايضا بتربطه باشياء غريبه عجيبه ولا تحتفل به. يعني حصل نوع من انواع التراجع في حتى السماحه اللي بنقبل بيها اعيادنا. اصله شم النسيم ده يقوم عيد الميلاد حتى، يعني في دلوقتي اسر لا تريد ان تحتفل باعياد الميلاد على اعتبار انه لا عيد الا عيد الاضحى والعيد الصغير. ده رياح بقى جايه صحراويه. كيف نقاوم يعني دكتوره نهى؟ نقاوم بان احنا نعزز انتمائنا، نعزز الاحتفال بشم النسيم. تعرفي شم النسيم حضرتك ده تتويج لاسبوع قبليه من الاحتفالات والممارسات اللي المصري بيحتفل بيها، حتى المسلمين مع المسيحيين من اول احد الصعف. أيوة. يوم الثلاث اللي قبليه هو اليوم المفضل للمصريين، ويبقى اسمه يوم الثلاث الفصد، احسن يوم في السنه للعلاج بالفصد، وهو علاج عرفه المصري القديم بيخرج بعض الدم اللي موجود، كان يعتقد ان هو دم فاسد، لكن هو يوم الثلاث ده. يوم الاربعاء هو المصريين يسموه اربعاء ايوب، وهيعتقدوا ان ده اليوم اللي شفي فيه سيدنا ايوب من امراضه، بانه هو نزل الماء وطلع وشفي من امراضه، ولذلك نلاقي ناس كتير بتروح عند الميه وبتنزل الميه في يوم الاربع، وبيبيعوا نبات بيمشي كتير قوي في الاسواق اسمه الرعرع. والرعرع ده هو بيقولوا الراجل البياع الخضره يقول رعرع ايوب، الستات تاخده ناس ويحطوه في الميه ويشطفوا بيه الولاد علشان الامراض الجلديه كلها ما تجيلهمش طول السنه. الخميس والله الخميس كلها العكس. يعني اشياء جميله وغير مضره على الاطلاق، غير مضره لكن هي بتربط يعني البيض الناس. الملون ده في حد ذاته بهجه في البيت، رمز الحياة البيضة، هذه الجامدة اللي بيطلع منها روح ورمز للحياة. وليه وكل شعوب العالم على فكرة بتحتفل بالإيستر بأشكال مختلفة، يعني إحنا ما جاتش على المصري اللي هو أصلا متوارثه من 7000 سنة وهنقول له ما تحتفلش. يقولوا وفي بعض الناس، ما هو في بعض الناس تبنت برضو أفكار ظلامية فترة، بس أكيد أكيد الشعب المصري يلفظ ده لأنه مش من بنيته الثقافية، ما هواش ده من تراثه. اللي بيجي يقول كده لأهله، أمه بتعمل الكحك من وراه وبتعمل البيض وبتلونه وبتعمل الكحل في سبت النور، مسلمين ومسيحيين صحيح، وبيقولوا عليه سبت النور وبيتكحلوا عشان يفضل مزارهم مجلي طول العام. يقول بقى ما يقول لهذا الشاب اللي راح شوية شطح كده، لكن مسيره يرجع.